ظريفة لطيفة بسيطة سهلة. عايزك تعملي أكلة السمك في البيت بكل ثقة كده، لأن معاك الشيف المغازي شاطر، وإحنا مشاكلنا في عمل السمك في البيت يقولك بيخلي المطبخ زفر، بيزفر لي إيدي، ما بعرفش أركز معاه. أنا عايزك تشتري السمك من حلقة السمك وتعملي في البيت بمدرسة المغازي. إزاي؟ هعمل طاجن ميكس بالسيفود دلوقتي، يعني قشريات ورخويات وسمك. من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى خلق في البحر ثلاث عائلات، عائلة القشريات والرخويات والأسماك. قشريات يعني كابوريا، يعني استاكوزا، يعني جمبري، يعني بلح البحر، يعني جندفلي. رخويات اللي هو السبيت والكاليماري والاخطبوط. أسماك خدي من أول البربون، القشر البياض، عندك المرجان، للهامور، للبولت، للبوري، كل دي أسماك. هنطلع بمقادير عمل طاجن ميكس سيفود دلوقتي على الشاشة. كابوريا، جمبري، رخويات، كاليماري، معانا سمك في القشر بياض. اعتقد هنا اكتر من ثلاث حاجات، فخد لقب ولفظ الجمع اللي هو سي فود. حلو الكلام. اول حاجه هنحط دلوقتي على الطاسه شويه زيت زيتون مع مكعب من الزبده. مكعب زبده مع الزيت بيساعد على احمرار البصله سريعا. وانا عينيا بتدمع من البصل، اقوم اعمل ايه يا شيف؟ احط شويه فليفر من الريحان والزعتر على البصل علشان ريحة البصل ما تبقاش في البيت. ادي الزيت مع الزبدة، اللهم صل على النبي. بحط شوية الريحان الحلوين دول كده، والسي فود عموما بيحب فليفر اذا كان روزماري او زعتر او ريحان. وانا بحمر كده تقوم الريحة تبقى طيبة وحلوة. عندك روزماري مش هيقول لأ، عندك زعتر بري مش هيقول لأ، وهكذا. حلو الكلام؟ كده عندي بصلايه انا متوصي بيها. ايه اللي ممكن ياخد سوا كتير في الاكله بتاعتي دي او في الطاجن ده؟ قولوا لي كده واحنا مع بعض. عندي كابوريا، وعندي كاليماري، وعندي جمبري، وعندي سمك فيليه قشر بياض. ايه اللي ممكن ياخد وقت؟ الطبيعي الكاليماري. الرخويات بتشد معانا لما بنعمل طاجن سبيط او طاجن كاليماري، بيشد معانا زي البلاستيك كده وزي الاستيك، ومنعرفش اذا كان استوى ولا لا. نعمل ايه يا مغازي؟ مع بعض سكينه وناخد الكاليماري بتاعنا اللي موجود معانا ده كده، اللهم صل على النبي، ونقطعه ايه بشكل لطيف وحلو يناسب الطاجن. والكاليماري اللي معايا ده كاليماري مستورد اهو، قطع حلقات كده يبقى شكله حلو في الطاجن. ياخد الصدمه الناريه مع البصله والتومه، ده الطبيعي، أو تقطعيه حلقات حسب الرغبة.
زي ما انت حابه. ادي الكاليماري بتاعي، اللهم صل على النبي، كده زي الفل. اه ونقلبه تقليبه حلوه. على ما يتشمع معانا ويبدا لونه يتغير معانا هنعمل افتكاسه كده حلوه. والخبره الطهويه بتقول ايه؟ الطاجن ده يحتاج لسوائل. بعمل بوكيه جرنيه من الورق اللورا والحبهان والقرفه، جزرايه حلوه، بصلايه حلوه، التومه حلوه، طماطميه حلوه، شويه شوربه حلوين جاهزين معايا. اعمل منهم الرز، اعمل منهم الطاجن بتاعي، اعمل منهم صوص الطماطم اللي احنا هنقدمه مع الكفته اللي هعملها، وهكذا. ما تستخدميش ميه، انت عندك حل على النار، شويه جزر مع طماطم مع بصل مع توم، ورق لورا وحبهان، هيبقى عندك بوكيه جرنيه لطيف وجميل. اقوم انا اغذيه بايه بقى؟ بالسيفود بتاعي اللي انا هستخدمه النهارده. معايا الكابوريا اهيت، باخد الكفر بتاعها اللي الاولاد ممكن يخافوا منه، اللي بالشكل ده كده. الكفر ده انا مش عايزه، بحطه هنا كده. هستفيد بيه طبعا في الجرنش بتاعي، ممكن اجرنش بيه طبق الرز، اجرنش بيه طبق المكرونه زي ما انت حابب. الكفر ده فيه اوميجا 3، فيه اليود بتاع البحر. كابوريا نفتحها نصين كده في قلب الكاليماري بالشكل ده كده. ونصيحه مني، من شيب بيحبك، بيحب كل الساده المشاهدين، وبتحبوا انكم انتوا تشاهدوه على كل القنوات، اوعى تغسلي السي فود بعد ما تفتحيه، خلي بالك. عندك كابوريا، عندك جمبري، عندك سمك قطعتيه او نظفتيه، ممنوع غسيله تماما، يتغسل وهو سليم. اه حلوين. يلا مخرجنا الجميل، فرسان التلفزيون المصري. الطعم بيجي منين؟ من بين اصابع ايدك العشره، روس الجمبري مع كفر الكابوريا في قلب الميه. حلو الكلام. هنخلي الجمبري ده انا عايزه، معايا سمك فيليه عايز استفيد بيه طبعا، وعايز اخلص من الطاجن ده. اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخر حاجه بنزل بيها طبعا السمك الفيليه ده، عود ريحان حلو كده، ومعايا الجمبري القشري يتحط كده، كل ده مع بعضه. الطاجن ده بيحب الكرفس، وادي السمك الفيليه بتاعنا الجميل الحلو. ناخد حتتين، اتنين، تلاته، حسب عدد افراد الاسره. دايما الفيليه ينزل بقطعه كبيره عشان تبقى شخصيته باينه. فيليه قشر بياض طبعا خالي من الحسك او الشوك بالشكل ده كده. كل مكونات الطاجن في قلب الحله. ايه اللي يزين الحله دي؟ وايه اللي يديها الثقه؟ وايه اللي يديها الطعم؟ وايه اللي يديها الجمال؟ وايه اللي يديها الفليفر اللي مش موجود في اي مكان غيرك عندك وبس؟ الميه اللي بتغلي جنبي على النار، البوكيه جرنيه بتاعي الحلو ده كده، بمغرفه حلوه. اللهم صل على النبي، باخد السائل بتاعي ده او الميه بتاعتي الجميله الحلوه اهي. اللهم صل على النبي، يلا اهو هو ده اهو. ونسيب كل ده يغلي مع بعض. طبعا الكريمه اللباني هنا سيد الموقف. عندك كريمه لباني ده اساسي في طاجن الميكس سي فود. عايزه تعمليه صيامي يبقى بالطماطم والشوربه اللي انا شغال بيها دي بس، من غير زبده طبعا. اه السي فود على النار، نسيبه يكمل سواه كده، وانا فرحان بشويه الشوربه دول. خلي بالك هم دول السر، دولت صنع ايدك انت. مكسبات الطعم اللي بنشوفها في بعض المحلات استغنى عنها، مش ان هي وحشه، خلي الطعم طعم ايدك انت. اه لان احنا لو جبنا مكسبات الطعم والتوابل المتركبه هيبقى اكلك زي اكل الجيران، زي اكل ام محمد، زي ام سعيد، زي ام ابراهيم، زي ام احمد، وهكذا. اما الطعم ده مش موجود غير عندك وبس. حله فيها ايه؟ ده الكفر بتاع الكابوريا. اه ده هناخده نزين بيه طبعا الرز بتاعنا اللي هنعمله دلوقتي. شفتوا كفر الكابوريا بيفتح النفس ازاي؟ اللي مش عايز ياكل يركز كده مع اللون ده كده، بعد خمس دقايق من النظره له هيجوع على طول. نشوف الطاجن بتاعنا اخباره ايه؟ اه زي الفل. نعم يا غالي، ما حطيتش توابل، مش هحط خالص دلوقتي. اه توابل انا مش هحطها خالص، السي فود ما بيحبش توابل كتيره، بس يحب الكركم. اه بيعتمد على الفليفر بتاع الاعشاب، اذا كان روزماري او زعتر او ريحان. اه ده السي فود بتاعي. ممكن عايزين ابو الصلصه الحمراء، بنحط معلقه هريسه حلوه او معلقه معجون طماطم. الله، هي دي بقى، هي دي، اه هو ده، دي الفلفله الحلوه. اه بقلبها كده يا ويلي.
زي الفل. اسيبه على النار يغلي. طيب هنستأذن فريق العمل الجميل مقادير كفتة السمك بالمكرونة. والشيف النهاردة هيفك لغز جميل جدا ازاي نعمل كفتة السمك بالمكرونة. المكرونة البنة بتاعتنا بنجيبها بنسلقها في مية وملح بس. في العادي بنسلق المكرونة بمية وزيت وملح، ولكن الطبق اللي انا هشتغل فيه دلوقتي بنسلق المكرونة بتاعتنا بمية وملح بس. علل ولماذا؟ لان العجينة بتاعت المكرونة دي هتخش مع كفتة السمك. المكرونة دي هتضرب في الخلاط مع سمك فيليه قشر بياض مع بعض التوابل الجميلة اللطيفة طعم المغازي، وفي الاخر هنقرص الكفتة ونقليها في الزيت، وبعد كده نحط لها صلصة طماطم او صلصة الريحان حسب الرغبة. المقادير على الشاشة: مكرونة مسلوقة مسبقا، اسباكيتي او بنة اللي موجودة، ولكن يفضل البنة بتديكي عجينة قوية. معانا سمك فيليه قشر بياض ني مش مستوي، معانا توم وبصل وكرفس ومعلقة فلفلة حلوة وشوية روزماري، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكركم وبس وخلاص. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل كفتة السمك بالمكرونة. ادي المكرونة البنة اهي في قلب الكبة، سلقناها بماء وملح فقط بدون زيت، وبعد كده نسيبها لما تبرد في التلاجة او برة التلاجة ونحطها في قلب الكبة زي ما انا شغال كده. اهو مكرونة يا شيف هتضربها في الخلاط، ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ خليكي معايا للاخر وقولي لي رأيك. نحط على المكرونة، نشيل دي من هنا بقى ونحط على المكرونة دي يا عم الشيف شوية توم. لعجينة المكرونة، الله عليك لما تخش جوه التفاصيل التفاصيل. كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه. ما تنسوش طبعا الفليفر بتاع الكرفس
والزعتر اللي أنا حاطه، حلو قوي. وطبعا بروتين البيض كمان، الله عليك. بنضيف هنا في المقادير بتاعتي معلقة من النشا، علل ولماذا؟ عشان معلقة النشا دي هتخلي لي الكفتة دي كريسبي وعندي الزيت بيسخن. ونحط البهارات بتاعتنا من الكركم، السي فود يحب الكركم. نحط شوية كمان على الطاجن بتاعنا. كركم دايما خليه في مطبخك. رقم واحد بيدي لون حلو قوي للسي فود، اللون الطبيعي اللي احنا متعودين عليه اللون الفسفوري. رقم اتنين يا ست الكل قيمته الغذائية عالية جدا، وخاصة للجهاز الهضمي في منطقة الكبد. ينشط الكبد، يزيل الدهون اللي موجودة على جدار الكبد. ده ملح وفلفل، بابريكا حلوة. تمام قوي. ناخد الخلطة دي كلها يا عم الشيف ونقلبها بإيدينا. ده زعتر، ونشيل الخلاط ده من مكانه يوسع لنا الدنيا، اللهم صل على النبي. وناخد العجينة دي كده نقلبها. تاني الاختراع ده والإبداع ده بهديل كل أم وكل كبار السن والأطفال اللي بيعترضوا على أكل السمك. وما تقولولهمش ده سمك، قولولهم دي كفتة. سماها بقى أي كفتة، كفتة اللحمة الجملي لأن شبهها، كفتة الرز، أي حاجة، كفتة الدجاج لو بيحبوا الفراخ، أي حاجة. وبعد ما يتذوق وياكل منها تقول له على فكرة يا حبيب قلبي يا ضنايا أنت أكلت سمك. بجد يا ماما؟ أه والله أكلت السمك. شيف المغازة عملها وأنا اتعلمتها منه. تعالوا نشتغل في الكفتة دي إزاي مع بعض. بنجيب كسرولة صغيرة، اللهم صل على النبي، ونحط فيها شوية زيت عشان نشتغل فيها. وعايزين نحمرها في قلب الزيت في طريقتين. الطريقة الأولى ممكن نحمرها في الزيت، الطريقة الثانية ممكن نشويها في الفرن حسب الرغبة. واحنا مع بعض واحدة واحدة كده عشان الاختراع ده مهم جدا النهاردة. وحقوق الطبع لدينا وبس. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ ايدك في الزيت يا اختي وانت شغالة كده. وترجع لكفتة الجمبري بالرز البورسعيدية. وارجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك. نفس كفتة الجمبري اللي بنعملها بالرز من المطبخ البورسعيدي اللي بوجه له تحية كبيرة، شباب ورجالة وأبطال بورسعيد. بس دي ما فيهاش رز، خلي بالك، دي فيها مكرونة بينا مسلوقة بماء وملح. الزيت اخباره يا شيف شديد الحراره، ولازم تاخد الشكل العشوائي ده، مش لازم تقعدي تسوي فيها بقى، ولا زي ما هي كده زي ما انا شغال كده. اصابع ايدك واصابع الحنيه تبان في قلب الايه، قرص الكفته. درجه الزيت عاليه جدا، اللهم صل على النبي. حلوه. لا سيبه، راجع له تاني، احط دول في الزيت وارجع لك. مركز انت على الهوبر الكبيره. تشيل ده من هنا. كل ده احنا بنكسب وقت. وناخد الكفته بتاعتنا في قلب الزيت شديد الحراره، اللهم صل على النبي. يلا بقى اتفرج على الصوره الحلوه. والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى دائما تتحدث عن نفسها. عايزه تجودي وتخلي فيه دسامه وطعم عالي جدا، معلقه الكريمه اللباني اللي هحطها دلوقتي. خلص الطاجن معانا زي الفل. ادي الكريمه اللباني بكثافه عاليه. اشتريت الكريمه اللباني من اي سوبر ماركت يفضل رجعها جيدا قبل وضعها في الطبق او في الحله او في الشوربه. خلص الطاجن يا عم الشيف. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. لقيتيه تقل معاكي وخد كثافة عالية، كل اللي هتعمليه تزوديه شوية بيون من اللي عندك. الحلة اللي فيها الكفر بتاع الكابوريا فيها قشر الجمبري، فيها روس الجمبري، فيها البوكي جرنيه. وبالفعل ده تقل معايا، ومجرد ما يغلى على النار اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ اعمل كده. مدرسة.
بس خلاص. نبص على الكفته بتاعتنا اخبارها ايه. بص على الحلاوه، الله يرحمك يا عم متقال. بص على الحلاوه في قلب الزيت. السمك بيلعب في قلب الزيت، البحر بحرنا والسمك لعبنا. نرفع من الزيت، يلا تعالوا نغرفها في الطبق مع بعض واحنا شغالين. نجيب السمكه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي، ونعمل زي الحاتي عودين شبت حلوين بدل البقدونس، بيحطيه طبعا تحت المقليات، اللهم صل على النبي. شفت الكفته الحلوه دي كده؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ يا راجل حرام عليك، يعني بعد التعب ده كله والشقه ده كله تقول لي شبه الطعبيه؟ ايش جاب لي جاب يا راجل يا طيب؟ ده سمك قشر بياض، ممكن يكون جمبري، ممكن يكون فيليه بولتي بتاع خير مزارعنا، ممكن يكون فيليه وقار، زي ما انت عايز انت وجيبك يا راجل يا طيب. ناخد بقيه الكفته بتاعتي في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. جزء تاني من التحمير، وش تاني من التحمير. ونشيل ده كده نخليه على جنب، اللهم صل على النبي. وتعالوا مع بعض نقدم ده كده، ممكن نقدم معاها صوص طماطم زي ما احنا حابين، طماطم بالريحان، ممكن نقدم معاها كاتشب، ممكن نقدم معاها توميه، ممكن نقدم معاها مايونيز، زي ما انت حابه. انا عايزك تجيب الصوره الحلوه اللي في قلب الطاسه فيها البحر كله، فيها العائله الكريمه، قشريات، رخويات، اسماك. نغرفها، يلا نغرف الطاجن ده مع بعض كده، اللهم صل على النبي. نشيل كل حاجه من هنا ونوسع لنفسنا. انا حابب اغرف الطاجن هنا يا ويلي. هو ده كله على بعضه. يلا فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين اللي انا بحبهم، جيبوا الصوره الحلوه من البحر. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. التفاصيل كلها في قلب الطاسه، وجبنا الخلاصه. تعالوا مع بعض نقدمه. عدلوا رز بالشبت، تعالوا نشوفوا ازاي نعمل شويه رز بالشبت مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. الرز معانا والشبت معانا والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكركم وتومه ناعمه، اللهم صل على النبي. نخلي الطاجن ده هنا، عايزه فين ده يا فاروق؟ الله عليك، لسه الرز ما استواش. يا ويلي يا ويلي، هو ده زي الفل. نعمل طاجن رز مع بعض هنا في الطاسه الحلوه دي كده. نحط فيها زيت زيتون، ومع زيت الزيتون ده يا عم الشيف قليل من الزبده، عينيه اهو. نخلي الزبده تسيح، ونطلع الكفته مع بعض كده، ونجيب شقاوه الكفته بتاعتنا، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير.
لنا البيون بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي، بنصفيه جيدا عشان ما يكونش فيه اي متعلقات خالص معانا، بمصفى حلوه زي دي كده. الله، دي دايما تكون موجوده عندك. لان وارد قشر الجمبري وشنبات الجمبري ورجول الكابوريا تنزل في قلب الرز. لازم تجيب مصفى ناعمه. خلص الرز يا عم الشيف، نقلبه كده. ايه الحلاوه دي؟ واتقل على الرز بتاع السمك لما يستوي. الله. هسيبه على النار على ما نشوف نعمل ازاي سلطة الطحينة بالفلفلة الحلوة. ازاي نعملها مع بعض؟ مقاديرها على الشاشة. طحينة حلوة قوي، ماء دافي، خل، شطة، فلفلة حلوة. وبيسألونا على السوشيال ميديا الطحينة بتفرط مني، الطحينة بتمرر مني، نعمل ايه يا مغازي؟ احنا مع بعض هنعمل الطحينة دلوقتي حالا واحنا شغالين كده. بس خلونا نجرنش الطبق الكفته ده كده، ندعمه بشكل حلو من البرزنتيشن بتاعنا. ممكن يكون سلايز ليمون، ممكن يكون طماطم شيري، دي موجوده في اي المحلات بسعر بسيط جدا على فكره، لطيفه وحلوه، بتدي شكل حلو على الاكل اهي بالشكل ده كده. والطحينه بتاعتي والفلفله الحلوه معانا والملح وزيت الزيتون، وتعالوا نعمل مع بعض سلطة الطحينة بطعم تاني. المضرب فين يا شيف؟ اللهم صل على النبي، لازم يكون مضرب قوي لأن الطحينة بتتقل معانا. أول حاجة هنعملها بنحط الماء الدافي. خلي بالك المدرسة دي مدرسة المغازل، عمل الطحينة وإحنا مع بعض أهو. وهنحط على الماء الدافي ده التوابل بتاعتنا. طب ليه ما حطيتهاش على الطحينة؟ لأن بيحصل لما نيجي نعمل الطحينة، المعلومة دي لازم نسجلها شوية، بنحط التوابل وانت بتقلبي بتلاقي التوابل ركرت في حتة من الطحينة، بتلاقيها كلكعت وركرت، تيجي تغرفي الطحينة تلاقي التوابل كلها في مكان واحد. فانت قلبي كل حاجة على المية الدافية وبعدين تنزلي بالطحينة، تبقى سهل التقليبة وسهل ان هي تختلط كلها مع بعضها. مدرسة يعني، حلو الكلام. نحط على المية الدافية عصير الليمون. زي الفل. تاني حطيت ايه يا شيف؟ حطيت ماء دافي معاها شوية بابريكا أو شوية شطة اختياري، حطيت زيت زيتون، حطيت عصير ليمون، حطيت ثوم مفروم ناعم، كل ده مع بعضه مع المية، عاملة زي الدقة بتاعت الكشري. ويا دي الكشري. حلو، ننزل بالطحينة. ايه الدلع ده؟ ايه الجمال ده؟ ونقلب. حلو قوي. انا عامل غلطه هنا وانا بادئ الحلقه بيها وبادئ بيها الطبق بتاعي قصتها. ايه الغلطه يا عبد الشيف؟ ان الميه بتاعتي مش بارده، ميه ساقعه. حلو الكلام، وده وارد يحصل معاكي. حلو الكلام، ميه من الحنفيه عاديه. تقومي تعملي بقى، خليكي كده عندك شويه ذكاء طهوي زي الشيف المغازي. وانا شغال اهو، ادي الطاسة على النار. حلو قوي، هنحط دول كده على النار بالشكل ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شوف التركية اللي جاية، ما تقوليش لحد. شفتوا عندنا البوكي جارديه بتاعنا، دي مقصودة، خلي بالك. هو ده يا ويلي. عالطحينة يا شيف، جربي اللي انا بعمله ده. حلو قوي، وعندنا الحلة فيها الكفر بتاع الكابوريا، ناخده هنا كده. عندنا كم كفر عم محمود؟ أربعة. الرابع. خلص الكلام، نشيل ده مش عايزينه. ده المطبخ، بساطة، سهولة، برونة. هتلاقي رز بالكابوريا؟ لا، ملوش علاقة. أنا حطيت الكفر هنا، ده جرنش برزنتيشن لطبق الرز بالشكل ده كده. الطحينة أخبارها إيه؟ وهي على النار بالطعم اللي أنا حطيته. دي طحينة بالفلفلة الحلوة، ادي الفلفلة الحلوة. طبخة كده لطيفة وجميلة
بتغرفيها في الطبق بيبقى شكلها حلو على السفرة، بتفتح الشهية شوية، سبايسي حلوة بتناسب المقليات من السي فود. يلا نستفيد بالنار والوقت بتاعنا، دايما الشيف المغازي يحب النار بتاعته حامية. ها يلا قومي. حلو، ايه التركاية لعمل الطحينة بالشكل ده وبالطعم ده؟ تاني، دوبنا كل التوابل في قلب المية، والمية بالصدق ان هي مية باردة بالحنفية عادي، حطينا الطحينة اصبحت هنا كلها قوام واحد، كلها طعم واحد، كلها نسيج واحد، كلها ممزجة مع بعضيها. بحطها في الطاسة على النار، اذا كان عندك شوية بوكيه او شوية دوبريه او شوية شوربة من اللي كانوا معانا من شوية بتحطيهم، ما عندكيش مفيش مشكلة، بس انا بجود عشان الحاجة تطلع جميلة. ونسيبهم على النار كده ونقلبهم مع بعض، كل ما تتعرض لدرجة حرارة كل ما تديني قوام طعمه لطيف وجميل. ونزل بكل البهارات زي ما انا اشتغلت كده بالظبط. الرز بتاعنا على النار بتاعنا، رز بالشبت، نجيب طبق حلو كده للتقديم. الله تعالى يا غالي. دايما الاطباق اللي عندك لما تشتريها تجيب اطباق شكلها يعني ايه، شكل السمك زي ما انا زي موجود معانا كده، بتبقى لطيفه وحلوه. شايف الرز ده؟ رز بسمتي. ايه الحلاوه دي؟ شفت الرز بالشكل ده؟ فل، عامل زي الريزوتو من المطبخ الطلياني. ايه هو الريزوتو؟ بيبقى رز مصري بياخد خضار يا اما بياخد جمبري، يستوى على النار بماء كثيفه غير عيار الرز العادي، في الاخر بياخد جبنه موزاريلا وبقدونس وريحان حسب الرغبه. اهو ده الشرح النظري للريزوتو، ده الرز بتاعنا المصري الجميل الحلو. واخبار الطحينه اهي، بص جيب لي القوام بقى، جيب لي التفاصيل. الله يرضى عليك، فرسان التلفزيون المصري، شوف التفاصيل بتاعه الطحينه. شفت بدا الجمال والحلاوه تطلع في لوحه فنيه على الشاشه، لوحه فنيه على الشاشه اهي اهي. جيبوا لي اللوحه الفنيه دي، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده كان فين من شويه؟ بدات لسه، انا هسيبها خالص مش هقلبها غير لما تشوف كل الشاشه بالشكل ده كده. لو جبنا اي حد يرسمها من الرسامين مش هيرسمها بالشكل ده، سبحان الله. اهو هي على النار اهي، سيبوها اهي. شفتوا التفاصيل بس؟ انا عايزها تتولد كده مع بعض. زي ما موجوده، جيب لي التفاصيل. الله يرضى عليكم يا شباب، دي يعني بص لوحه فنيه اهو. شوفي اهو. حلو، ناخد الرز بتاعنا. الصلاه دي طبعا بهديها لكل الساده المشاهدين، غير سلطه الطحينه اللي متعودين عليها. الله على شويه الرز. ايه الحلاوه دي؟ وكفر الكابوريا يطغو بجماله وشكله ولونه في قلب الرز. ايه الحلاوه دي؟ رز بالشبت بالشكل ده كده، بتقدميه مع شوية السي فود بتوعنا إذا كان المقلي أو الطاجن بالشكل ده كده. التفاصيل بتاعته فيها طعم الشبت، فيها طعم السمك من الحلة اللي كانت موجودة معانا من البداية خالص، اللي هي فيها روس الجمبري، فيها الكفر بتاع الكابوريا، وفيها كمان الجزر والكرفس والبصل والثوم بالشكل ده كده. طبق حلو بسيط وسهل، ما فيهوش دسامه، حتى اللي بيعمل دايت او بيعمل ريجيم ياكل منه. نرجع للطحينه بتاعتنا والتفاصيل، يلا نبص عليها. نقلب بقى كده، هو ده اللي انا عايز اوصل له. على السلطه الحلوه دي اهي اهي. خلاص نرفعها من النار اهي، جاهزه اهي اهي. تاني ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ اللي يعمل دي وياكل منها يدعي لي. دي سلطة السمك. يلا نغرفها مع بعض في طبق حلو كده. يلا اللهم صل على النبي. طبق زي ده كده، هو ده. تعالى يا غالي، الله عليك، هو ده. دي طبعا لما تبرد هتديك قوام، خلي بالك، حط في الاعتبار لما تتقل هتديك قوام. بنحط عليها شوية بقدونس ناعمين، خلي بالك حذاري، اوعى تحط كزبرة خضراء، ازعل منك. ده بقدونس بيحب الطحينة.
وفي علاقة حب وقرابة بين البقدونس والطحينة، ترجع للأخ الحاتي بتاع المشويات. اهو حلو، ونقلبها بالشوكة كده. والسفرة بتاعتي باختصار شديد النهاردة خليها سمك، ولكن بطعم تاني غير التقليدي، غير المشوي، غير المقلي، غير السنجاري، غير الصواني. عملنا كفتة السمك الجميلة بالمكرونة مدرسة المغازي، حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. عملنا طاجن ميكس سيفود التركية بتاعته، الكريمة اللباني مع النشا والقوام بتاعه الجميل. وعملنا شوية رز بالشبت، بصراحة بيتكلم مصري، طعم الرز مع السيفود مع الفليفر بتاع الجمبري والكابوريا بيغنينا عن ان احنا ناكل سمك. وسلطه الطحينه الشقيه، الصوره الحلوه اللي على الشاشه اللي الواحد يبصها كده ويسلطر عليها نفسه تتفتح لكل السفره بتاعتي. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.